السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، جميعنا يعلم أنه أثناء الصلاة ننظر إلى موضع السجود، ولا يجوز أن ننظر إلى السماء أثناء الصلاة. ولكن ماذا عن الدعاء خارج الصلاة؟ هل يجوز لنا أن ننظر إلى السماء أثناء الدعاء خارج وقت الصلاة؟ في هذا الشأن سئل كل من فضيلة الشيخ الدكتور مجدي عاشور عندما كان مستشارا لمفتي جمهورية مصر العربية، وكذلك سئل فضيلة الشيخ أحمد ممدوح عندما كان أمينا للفتوى بدار الإفتاء لجمهورية مصر العربية أيضا. سئل كل منهم عن حكم النظر إلى السماء أثناء الدعاء خارج الصلاة، فكلاهما أجاب بأنه مباح، وكلاهما استشهد بشيئين، وهم أولا قول السيدة ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رفع بصره إلى السماء، إلا رفع بصره إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. فهذا يدل أن النظر إلى السماء أثناء الدعاء خارج وقت الصلاة مباح. كذلك قال عقبة بن عامر الجهني أن سيدنا عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء، ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. إذا مباح للمسلم منا أثناء الدعاء خارج الصلاة أن ينظر إلى السماء. أما في الصلاة فبالطبع ننظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.